ديال الكمامه وصوص على الحمامه وبي جي دي مع السلامه. تجمعي نحن الأحرار، تجمعي تجمعي نحن الأحرار، نحن الأحرار في وطن الأخيار. تاريخنا مجدنا رموزنا تاجنا، تاريخنا مجدنا رموزنا تاجنا، مبادئنا خيارنا، مبادئنا خيارنا، ديمقراطية شعارنا. السيد الموسيقى الإقليمي الأستاذ رشيد فايق على دعمه الكامل لكل فعاليات الحزب في منطقة سيس وبمدينة فاس. تحية للأخ النائب المحترم والرئيس ومنسق موسيقى الإقليمي لحزب التجمع الوطني الأحرار بفاس. احنا جمعنا الله في هذا الحزب المحترم الحزب الوطني اللي عنده تاريخ كما سنرى فيما بعد، عنده تاريخ، عنده حضور، عنده وزن، أدى للمغرب خدمات كبيرة سترون من خلال المحطات اللي غادي تجي فيما بعد. معكم زياد جناتي، اول انتماء ديالي للعمل السياسي هو حزب التجمع الوطني الاحرار، وبصفتي كنائب الثالث لكاتب الفرع سايس، اولا كنشكر الموسيقى الاقليمي على الافتتاح ديالو المقرات، ومازال كينتظرنا افتتاح ان شاء الله واحد اخر للمقاطعه ديال طريق عين شقف عين عمير، وهذا العام ان شاء الله ديال حزب التجمع الوطني الاحرار. تجمعي تجمعي نحن الأحرار، تجمعي تجمعي نحن الأحرار في وطن الأخيار. كان عندي واحد إعجاب بالحزب كنت صغيرة، ومني كنت كنشوف الناس تبارك الله عليهم عندهم واحد الكفاءات كيعجبني انني نمشي ننتمي لهذا الحزب هذا، والحمد لله جاتني فرصة انني ننتمي لهذا الحزب هذا وتعطت لي فرصة. ونرحب مستشار اخر من العدالة والتنمية السي علي بن عمر، تفضل السي علي. احنا صراحه كنا كنسمعوا بالسيد الموسيقى الاقليمي رشيد فايق عن بعد، ولكن ملي تقربنا لهذا الانسان هذا صراحه لقينا واحد انسان عملي، انسان كيشتغل، انسان رغم المجال ديالو ما كيحكمش علينا ويشتغل في مدينه فاس، ولكن هو دائما داخل مدينه فاس، يعني شمالها الى جنوبها كتلقاه دائما في جل المقاطعات كيتواصل مع الساكنه، كيتواصل مع الشباب، عنده واحد الغيره على هذه المدينه، لا من الشبيبات ولا من التنظيمات كتلقاهم شباب، وهذه هي الميزه الجميله اللي صراحه ما لقيناهاش في احزاب سياسيه اخرى. كنبغي نوجه واحد الرساله للشباب، انكم ما تكونوش عازفين على السياسه، حاولوا تلتحقوا، حاولوا تكونوا دائما في المسؤوليه، صوتوا على الحمامه لانها رمز السلام ورمز المحبه.
حنا فخورين اننا يكون عندنا نائب برلماني هنايا فاس انه كيلتفت للناس كافه وكيحاول يوسع النشاط ديالو على الاحياء كلها. واليوم انا كنوجه رساله للشباب انهم يحاولوا انا ما كنقولكمش حددوا حزب واحد، ولكن يكون الحضور ديالكم فعال في السياسه ديالنا، لان العزوف عن التصويت ماشي حل. الا ما اخترعناش حنا بيدينا شكون اللي حنا نبغيه وحنا اللي مقتنعين به، ما غاديش يكون التغيير وما غنتسناوش التغيير ويكونوا الايدي ديالنا مربوطه وما كنديروا حتى شي مبادره وحتى شي محاوله اننا نزيدوا بالقدام ونصلحوا شي حاجه اللي ما عجباناش. كنشكروا السيد المنسق على هذه الالتفاته انه افتتح لنا هذا النهار هذا المقر باش كيخلي الولوج للشباب كيكون اسهل لهم واقرب لهم في جميع المناطق ديال جهه فاس. الخيرات الشبابي كان يعني بشكل كثير، هذا الشيء اللي كيدل على الشفافيه والوضوح ديال الحزب يعني كحزب والنزاهه. صراحه انا كنشوف هذا الحزب هو اللي قادر انه يكون مسير مدينه فاس بصفه خاصه، المغرب بصفه عامه. وانا من هذا المنبر كندعو الشباب وشابات مقاطعه سايس، شابات وشباب وشباب المدينة فاس عامة، أنهم يلتحقوا بحزب الأحرار، حزب الشباب. وأنا جيت سعيد لالتحاقي بهذا الحزب هذا، وشكرا للأخ المنسق على المجهودات الجبارة اللي كيقوم بها في المقاطعة سايس أو في مدينة فاس بصفة عامة. صراحة في الحزب غادي مزيان، كيبان لي من خلال المؤطرين ومن خلال اللقاءات التواصلية والكثير من اللقاءات التواصلية واستقطابات جديدة. الحمد لله كل شيء غادي مزيان، ومن خلال هذا النشاط اليوم تبين بأن الحزب قادر على اكتساح مدينة فاس، وإن شاء الله الاستحقاقات المقبلة تكون إن شاء الله في المستوى وتكون النتيجة إيجابية. ونتمنى حتى الشباب يكونوا تهم الدور ديال الشباب في العمل السياسي ويعني والخيرات في العمل السياسي أكثر. كاين تيار نتاع التحاقات من أحزاب أخرى الحمد لله، لأن عندهم ثقة في حزب التجمع الوطني للأحرار، كيشوفوا كيلمسوا به التغيير وكيلمسوا به تغيير الأوضاع الهشة اللي أصبحت في بعض الأحياء، لا من شباب ولا من نساء ولا من رجال مسنين، كلهم كتعطى لهم حق لا في التنظيمات، ما كاينش الفرق بين القديم والجديد، لا في التنظيمات الحزبيه في كل ربوع اقليم فاس. شكرا على المشاهدة.
إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.